يا ترى إيه الصح لما أكون عايزة أشتري حاجة؟ في تصرفات ساعات بنعملها منبقاش عارفين التصرفات دي صح ولا غلط. يا ترى أنا لو عملت كده هضايق ناس ولا عايزي خالص إن أنا ممكن أتصرف بالطريقة دي؟ زي ما أكون قاعدة في كافيه وقمت أشتري حاجات منها، فبالتالي قعدت أبص على الحاجات اللي أنا عاوزاها وبعد كده قررت أنا هعمل إيه. طبعا أول حاجة بدي التحية للشخص اللي موجود وبعد كده ببتدي أشوف أنا عاوزة إيه. طبعا ساعات بنبقى عايزين نشوف الحاجة أو نشوف الحاجة اللي جوه عاملة إزاي، ما ينفعش إن أنا أحط نفسي ومناخيري وأفتح البرطمان وأدخل نفسي في الشكل ده. أبص الأول، بختار واقرا الحاجه اللي انا عاوزاها واختار الحاجه اللي انا عاوزاها من غير ما افتحها، ده الصح. ولو قررت ان انا طبعا اشتري مثلا بن او حاجه، كلنا طبعا بنبقى حابين ان احنا نشم ريحته، بس طبعا الطريقه دي مش صح. ما ينفعش افتح كيس وادخل مناخيري جواه ونفسي يدخل جواه، لان طبعا التصرف ده على طول المسؤول جه وقال ان التصرف ده خاطئ، لانه ما ينفعش ان احنا نعمل حاجه زي كده. الصح ان انا بص واقدر اشم من بره بالشكل ده واختار الحاجات اللي انا عاوزاها واروح اوديها في المكان وابتدي اخدها واشتريها. وطبعا طبعا الكيس اللي انا فتحته وحطيت مناخيري جواه طبعا اخدته واشتريته، لانه ما ينفعش اعمل كده، التصرف ده مش صح وهو ده الصح.